توقعت مجموعة ميتسوبيشي يو اف جي المالية اليابانية أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست ركوداً اقتصادياً كبيراً هذا العام، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل عام إلى سالب 3.7% مقارنة مع توقع سابق بنمو بواقع 2.9%. الحكومات الخليجية كانت قد أغلقت جميع المنشآت التجارية والمطاعم ومراكز التسوق والأسواق العامة باستثناء منافذ البيع التموينية والغذائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. التوقعات السلبية لمستقبل الاقتصاد في دول الخليج جاءت بسبب الإقفال العام في مختلف المدن، فالاقتصاد الخليجي يجد نفسه أمام تحديات حقيقية للنهوض من جديد من خلال دعم الشركات الناشئة والصغيرة التي كانت صاحبة النصيب الأكبر من الخسائر. تقارير عدة تحدثت عن مخاطر استمرار الإقفال العام وتوقف عجلة الاقتصاد، وهو ما دفع دول الخليج إلى تخفيف القيود وإعادة الفتح بشكل جزئي، ما انعكس على سوق الأسهم السعودية على سبيل المثال والتي ارتفعت بشكل كبير في الفترة الماضية. وعلى صعيد شركات الطيران التي تأثرت بسبب توقف الرحلات، أفاد مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي بأن الناقلتين الشرق أوسطيتين طيران الإمارات والاتحاد للطيران تعتقدان أن عودة الطلب على السفر الجوي إلى مستويات ما قبل اندلاع جائحة كورونا قد تستغرق 3 أعوام. يذكر أن الشركتين خفضتا أجور العاملين، فيما أكدت حكومة دبي المالكة لطيران الإمارات أنها ستدعم شركة الطيران مالياً لكي تتجاوز هذه الأزمة. كما كشف اتحاد النقل الجوي في منطقة الخليج العربي والعالم إياتا عن أبرز خسائر قطاع الطيران وتسريح الموظفين في الخليج، إذ من المتوقع أن تصل خسائر السعودية إلى 5.61 مليار دولار، في حين قد تصل خسائر قطر إلى 1.320 مليار دولار. أما خسائر سلطنة عمان فقدرت بنحو 570 مليون دولار. أما في قطاع السياحة والفنادق فقد سجلت شركات السياحة والفنادق في الخليج خسائر كبيرة بسبب الإقفال العام. ففي الكويت كشف تقرير صادر عن اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي أن قطاع الضيافة خسر نحو 250 مليون دولار منذ صدور قرار إغلاق المقاهي. وبحسب تقرير نشرته شركة أبحاث كابيتال إيكونوميكس، فإن قرار وقف العمرة سيكون له تأثير سلبي على قطاع السياحة في السعودية الذي يشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ستفقد المملكة العربية السعودية حوالي 10 ملايين زائر يتوافدون إلى المملكة لأداء فريضة الحج والعمرة أو الحج كل عام. وفي قطر توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3% متأثراً بالأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. من ناحية أخرى، صنفت مؤسسة يورومين العالمية سلطنة عمان بين أقل دول الخليج في قائمة المخاطر السياسية والاقتصادية. تقارير عدة تقود إلى مصير واحد، وهو ضرورة عودة عجلة الحياة الاقتصادية في أقرب وقت وسط توجه نحو فتح جزئي قد يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في الوقت الذي نجد فيه تحذيرات كثيرة من عودة العمل في ظل جائحة كورونا. فهل يمكن التعايش مع الفيروس والعودة إلى العمل من جديد؟